ايه هلا، الدكتور كتب ميمور جودي وغير معماري، المفروض نقعد عشان نشوف هنعمل ايه. عرفت مين جي اتش؟ انا عرفت ان جي اتش ده هو جيمس هوبن اللي عمل وايت هاوس في عصر النيو كلاسيكال، فعايزين نشوف كلامنا عنها في الفيلم. طيب انا عندي فكره، ايه رايكم يا جماعه مثلا نعمل فكره اغنيه اتعملت قبل كده مش حاسسها تبقى حلوه؟ لا احنا ممكن نغير فيها شويه، ان احنا نجيب ندخل حياته مع انجازاته. طب ازاي مثلا؟ طب عامل ازاي؟ يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم يا ابدا يعني اقول له ده طلعه يا محل ورجه كده ولفه بالبكر. لا 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 يا جماعة، فكرة وحشة مش هتطلع لذيذة. طب ايه رأيكم يا جماعة لو نعمله عن فكرة برنامج سياسي كده زي وائل إبراش لما بيجيب ناس ويقعدوا يتخانقوا مع بعض؟ لما اتكلم على مراتي ولادي هو يسمع. نطلع فاصل يا جماعة، هو يسمع. نطلع فاصل يا جماعة، نطلع فاصل يا جماعة، نطلع فاصل يا جماعة. لا مش هتبقى حلو خالص، هنقعد نضرب في بعض وتبقى تهزيق قوي، مش هيبقى حلو. نقيت الفكرة خلاص. ايه رأيكم مثلا نعملها حاجة كوميدي؟ تخيل احنا لزاز وكده ومنطف والدكتور بيحب الهزار. تالي هتبقى حاجة ظريفة. لا بلاش، لا بلاش فاكس. مكررة مش عارفين مكررة ماشي، مكررة نغير فيها نلعب فيها أي حاجة. دي كل الأفكار اللي جت في دماغي. جيمس هوبمان. جيمس هوبمان هو مهندس معماري إيرلندي، ولد عام 1755 في مدينة إيرلندا، وعمل في أول حياته نجارا حتى سن 20 من عمره، وبعدها حصل على منحة دراسية والتحق بمدرسة الفنون، وهنالك قابل المهندس المعماري توماس إيفري، وقد برع في مجال دراسته وحصل على وسام دوك إينستر للرسومات، وكانت هذه الجائزة مخصصة لتسليم السلالم والأسقف من جمعية دبلن عام 1708. وفي وقت لاحق وجد هوب المنصب المتدرب تحت توماس إيفرلي الذي كان معلم، وكان إيفرلي من الشخصيات المؤثرة في حياة هوب، حيث علمه فنون العمارة، حيث أبدع في مجال النيو كلاسيك ستايل، وكانت أغلب مباني إيفرلي على هذا الطراز، وواحدة منها كان بلو كوت. بعدها سافر إلى مدينة فيلادلفيا بعد الثورة الأمريكية عام 1705. بعدها أسس نفسه كمعماري هناك، ثم ذهب إلى جنوب كاليفورنيا عام 1787 وأسس مباني كثيرة على طراز النيو كلاسيك، ومن ضمنها تشارلستون كوت عام 1790. وبعد انقضاء عامين دخل هوب المسابقة كأحسن تصميم يقدم للقصر الرئاسي، وبعد فوزه بأحسن تصميم القصر الرئاسي قابل توماس جيفرسون، حيث كان توماس جيفرسون في وقتها رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يعمل هو أيضا كمهندسا معماريا قبل توليه رئاسة الجمهورية، وكان يعمل على طراز النيو كلاسيك، ومن ضمن مبانيه كانت جامعة فيرجينيا. بدأ هوبا في تنفيذ المشروع وأخذ منه ما يقارب حوالي 3 أعوام حتى انتهى منه تنفيذه، وعندما انتهى من تنفيذه أصبح البيت الأمريكي هو واجهة الأمريكا. The White House was built as part of the development of the Federal City, a national capital founded under the terms of the 1790 Residence Act. A competition organized by Thomas Jefferson led to it being built according to a design by Irish-born James Hoban, during which time the city of Philadelphia in Pennsylvania served as the nation's temporary capital. Hoban's design was greatly influenced by Dublin's Leinster House, alongside various other Georgian-era buildings in Ireland. The walls of the White House are made of sandstone, but they get their familiar colour and the name of the building from whitewash applied after the construction. However, the story that the building was painted white to hide damage inflicted during the 1814 burning of Washington during the 1812 war is sadly untrue. Despite this, the White House did have to undergo a major reconstruction project that lasted until 1817, following its destruction in the burning. تم تدمير البيت الأبيض بعد الحرب البريطانية على أمريكا،
حيث قام هوبن بإعادة تنفيذ البيت الأبيض على نفس التصميم الذي نفذه أول مرة بدون أي تعديل في التصميم. فنان النجارة واتجه اتجاه تاني انك رحت فن عمارة على الرغم نقدر نقول ان في حاجة قريبة ما بين النجارة اقرب مجال الركوب. فليه اتجاه تاني انك رحت فن عمارة؟ فانا اشتغلت في النجارة وانا صغير، بس مش عشان محتاج فلوس، بس انا اشتغلت لان كان عايز ألبي شغفي في الارض. فدخلت النجارة وعرفت ستايلز كتير زي الركوكو والحاجات دي، بس فكنت عايز اخد ليفل اكبر في الارض واعرف اكتر عن الارض. فكانت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلبي حبي للارض وشغفي هي العمارة، فدخلت مدرسة فنون العمارة في ايرلندا. طبعا ما اتجهت مجال فنون العمارة، فاكيد كان عندك حد اتعلمت منه او استاذك او ملهمك اللي اتعلمت منه في العمارة. انا اتعلمت تحت اساتذة كتير في العمارة، بس اكتر واحد خدت منه كستايل وكفكر كان من استاذي توماس ايفرلي. انا اسمي توماس ايفرلي، مهندس معماري، اتولدت في ايرلندا. كنت شغال نجار قبل ما اتعلم فنون العمارة. لما اتعلمت فنون العمارة كان من اهم الاستايلات اللي انا اشتغلت فيها كان ستايل النيو كلاسيك. من اهم المباني اللي انا عملتها في التراث ده كان البلو كوت سكول. من ابرز التلاميذ اللي اتعلموا على ايدي في المدرسة دي كان جيمس هوبن. طبعا اول ما سافرت امريكا وسبت ايرلندا، فهناك اكيد اشتغلت في مباني كتيرة. ايه اول مبنى عملته هناك؟ وسط تنفيذي للمشاريع العملاقة اللي انا كنت بعملها، سمعت عن المسابقة اللي توماس جيفرسون عاملها، انه عايز قصر رئاسي لامريكا تكون لاند مارك ليها وواجهة لامريكا للعالم كله. فقلت اخش المسابقة، لقيت مشاريع كتير وستايلات مختلفة، بس انا كنت متأكد ان المبنى ده كان لازم يبقى نيو كلاسيك عشان يظهر رقي وجمال امريكا. فناداني توماس جيفرسون وكان معجب قوي بتصميمي ومعجب بيا كمعماري، وطلب مني تنفيذ الوايت هاوس. خدت وقت طويل قوي في تنفيذه، خدت 3 سنين في تنفيذه، بس فعلا بعد ما نفذته بعديها بثلاث سنين كان فعلا لاند مارك لامريكا، كان فعلا واجهه مشرفه لامريكا. انا اسمي توماس جيفرسون، تاني رئيس للولايات المتحده الامريكيه. قبل ما امسك رئاسه الجمهوريه انا كنت شغال مهندس معماري، كنت بعمل تصاميم كتيره جدا للمباني كتيره جدا وضخمه. من ضمن التصاميم اللي انا كنت بعملها كان تصميم جامعه فيرجينيا، كان مبنى على طراز النيو كلاسيك، طراز المدرسه اللي انا اتعلمت فيها فنون العماره، مدرسه النيو كلاسيك. لما مسكت رئاسه الجمهوريه كان من اهم الحاجات اللي انا مهتم بيها ان انا انمي الدوله، فكان من اهم حاجه ان انا لازم اهتم بيها هي العماره وفنونها المختلفه. فعملت مسابقات كتيره جدا عن احسن تصاميم لاكبر المباني عندي في الدوله. عملت من ضمن المسابقات اللي انا عملتها كانت مسابقه عن احسن تصميم للوايت هاوس. اتقدمت تصاميم كتيره جدا في المسابقه دي. كان من احسن التصاميم اللي انا شفتها للمبنى كان تصميم المهندس المعماري جيمس هوبن. التصميم دوت لما اتقدم لقيت ان هو مبني على نفس الطراز اللي انا متخرج منه من مدرسه النيو كلاسيكال، مبني على طراز النيو كلاسيكال. حبيت جدا التصميم دوت ووافقت عليه ووافقت على تصميمه، وهو فعلا اللي نفذ جيمس هوبن، هو اللي نفذ الوايت هاوس. طبعا بعد دمار البيت الابيض اكيد بسبب الحرب، فبنلاحظ ان انت عدت المبنى بنفس التصميم بنفس الشكل لدرجه انك ما غيرتش فيه اي تفصيله، حتى التفاصيل الصغيره فضلت زي ما هي من غير اي تغيير. انا حبيت اعمل الوايت هاوس هو بكل الديتيلز بتاعته، لان لما بريطانيا دخلت ودمرت البيت الابيض كان قصدها تدمر اكتر حاجه الامريكان بيتشرفوا بيها وهو الوايت هاوس. فانا حبيت اعمل الوايت هاوس تاني بكل الديتيلز عشان ارجع هيبه امريكا وشكلها قدام العالم كله. وفي عام 1831 توفي هوب عن عمر يناهز حوالي 76 عام، وقد حرق مكتبه بالكامل ولم يتم العثور على اي من اعماله الا القليل. خلاص عندي فكره. انا اولا اشتغلت في النجارة، حبي في الارض، قلت لي ازاي؟ انا
انا الصراحة بنسب الفضل لنفسي، لان انا اتعلمت من ناس كتير بس محدش فادني الصراحة. بس الحقيقة كان فيه دكتور عزيز عليا قوي مش عايز